طبعا انا حابب اشكر جمهور النادي الاهلي، بوجه لهم رساله ان شاء الله ان السنه دي ان شاء الله نفرحكم كتير باذن الله، وان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله نقدر نساعدكم بيها السنه دي، والدوري بطولات كتير ان شاء الله، وشكرا على الدعم اللي دايما بتدعموه لي، دايما في ظهري، شكرا على كل حاجه بتعملوها معايا، وانا حابب اشكركم تاني، واوجه كلمه طبعا لجمهور الشعب المصري، طبعا ان شاء الله باذن الله نقدر نفرحكم السنه دي، طبعا بوجود الكابتن حسام حسن ان شاء الله نقدر نبقى في كاس العالم السنه دي ان شاء الله، وبطوله افريقيا باذن الله. شكرا. على المسرح مع منى عبد الوهاب، اول ايام العيد 5 مساء في العيد على قناه مصر الاولى.